الرسوم دي تمثل بالنسبة لحضراتكم كشركات سياحة مشكلة في إيه؟ الأول بصبح على كل المشاهدين في دريم وبصبح على حضرتك وبقول لحضرتك هي المشكلة كلها دلوقتي مش الموضوع نفسه، صدور القرار نفسه كان سرور مفاجئ جدا وبالتالي أربك حسابات المواطنين وحسابات شركات السياحة. بمعنى النهاردة المواطن كان محضر نفسه من شهرين ثلاثة فات أنه هو هيطلع مع شركات السياحة يأدي العمر وعامل حسابه على مبلغ معين وليكن مبلغ منضبط بالنسبة له موفره من قوته من قوت ولاده، لأن بالنسبة للأموال العمرة بالذات هي أموال مقدسة عند المواطن. تمام. فبيكتشف بعد كده من الخميس اللي فات لحد النهاردة حصلت حركة بلبلة شديدة جدا نتيجة أن المواطن ده اكتشف أنه هو مطالب أنه يدفع 10,000 جنيه فوق البرنامج اللي هو هيطلع بيه، وفي نفس الوقت شركات السياحة ابتدت تكتشف أن الحجوزات اللي عملتها برضو حصل فيها نوع من النقص الشديد، لأن الناس ابتدت تسحب جوازاتها لأنها بقاش عندها المقدرة على أنها تطلع البرنامج ده اللي هو فيه 10,000 زيادة. يعني حضراتكم نزلتوا سعر جديد غير السعر اللي جمعتوا بيه الحجوزات؟ احنا ما نزلناش ده، مش احنا مش اللي بنحصله. ايوه ما تعدلتوا الاسعار بقى بما يتوافق مع المكسب والخساره يعني. لا مش مكسب وخساره، هو كده القرار ده نازل بان الفلوس تحصل في البنك المركزي. لكن النهارده دي عبء شديد على المواطن البسيط اللي عايز يسافر، اللي هو مثلا كان سافر 2015 وحصلت مثلا سنه واحده ست سافرت 2015 وحصل لظروف حصل لها مثلا لابنها حادثه ولا حاجه وعايز تطلع تعمل له عمره، او واحد عايز يطلع لوالدته عمره وكان سافر 2015 فيجي يطلع في 2018 يقول له لا ده انت عليك 10,000 جنيه تدفعهم لان السعوديه فرضت عليك 2000 ريال. ده عامل زي حاجه غريبه جدا، انا واحد ماشي في الشارع وفجاه واحد جه غريب جدا راح خبطه على دماغه فالراجل اتعور، فالمشكله يجي التاني يجي بدل ما اجي انا اطبطب على الراجل ده واقول له معلش واحنا هنحاول باذن الله نفك القرار ده وما نخليش الراجل ده يعورك، نروح ضاربينه واحنا كمان نقول له احنا كمان عايزين منك 10,000 ريال، اشمعنى هم خدوا منك 2000 ريال وانت قادر؟ الموضوع مش موضوع قدره ماليه خالص ولا قدره ماديه، ولا ان انت بتطلع عشان ترفيه. العمره مقدسه عندنا، بمعنى ايه؟ ان الواحد ممكن لما بيحصل له مشكله بيطلع عمره. كان في احد اعضاء الساده المحترمين اعضاء الهيئه اعضاء اللجنه اللي هو بيقول ان القرار ده ما يمسش الا الكبار فقط لا غير، لا حضرتك انت كمان بتستعمل هذا القرار. قبل ما اروح لموضوع ان القرار ده يمس الكبار او المواطن العادي، القرار الازعاج بالنسبه لحضراتكم كشركات سياحه متعلق بان حضراتكم جمعتوا حجوزات ومبالغ معينه بسعر معين فمضطرين تعدلوا السعر، ولا متعلق بان الناس سحبت الباسبورات لانها مش هتقدر تتوافق مع السعر الجديد؟ ولا انا عايز اعرف المشكله بالنسبه لحضراتكم. نمره واحد، احنا سعرنا ما اتغيرش، اللي اتغير هو اللي هيدفع المواطن، يعني الاكثر ضررا في هذا الموضوع هو المواطن. ما المواطن مش هيروح يسدد لوحده، ما هو المواطن يسدد من خلال حضراتكم؟ لا لوحده، لا لوحده يروح يسدد لوحده، مش من خلال القرار صادر بان يروح يسدد في البنك المركزي المبلغ ال 10,000 جنيه سابقه العمر. يعني حضراتكم مش هتزودوا المبلغ على المواطن ان انتوا تقوموا بسدد؟ احنا كشركات سياحه برامجنا ثابته يا فندم. تمام. وملهاش اي علاقه بهذه الزياده وما تاثرتش خالص، لكن اللي تاثر المواطن البسيط وهو بالتالي اللي هو ابتدى يتراجع ويسحب كل السفريات بتاعته في العمر. دي نقطه مهمه جدا، يبقى القرار مس في اساسه المواطن البسيط. تمام. استاذ وليد عايز اسال حضرتك بعد ما حصل الموقف ده نسبه الحجوزات كانت ايه ونسبه السحب كان ايه؟ لا هقول لحضرتك، هو اولا القرار طلع طبعا الخميس الساعه 7 واحنا النهارده السبت الساعه 10 الصبح، ما لحقتوش تحسوا بتاثيره؟ لا طبعا لا، ده احنا كلنا نزلنا شركاتنا الجمعه عشان نشوف الكلام ده، والخميس بالليل. تمام. لا النسبه عاليه جدا، ناس كتير سحبت طبعا النسبه عاليه. اصل بص حضرتك يا فندم، الرقم لو في 1000 جنيه 2000 جنيه اقول له هيزيد في البرنامج حصل حاجه الكلام ده كله وارد، انما في برنامج اصلا توتال 8 و10,000 جنيه يعني مجموعه اصلا بالطيران بكل حاجه 10,000، اقول له ادفع زيهم اكيد مستحيل. النسبه مرتفعه جدا، احنا بنتعامل مع تقريبا حوالي 3 مليون مواطن 4 مليون مواطن في مصر كلها هم المعنيين بالعمره. يعني ما حدش يقول ما هو 2.5 مليون من 100 مليون، لا احنا المتعاملين في العمره كلهم حوالي من 3 ل 4 مليون بني ادم اللي هم مهتمين بالعمره. تمام. في طبعا ناس ما لهاش علاقه مش حابه، في طبعا الاخوه الاقباط، في ناس ظروفها الماديه مش سامحه، في الكلام ده كله. احنا بنتعامل في حدود من 3 ل 4 مليون. تمام. لما طلع منهم 2 مليون و700 مخاطبين بالقرار، لا الرقم كبير جدا. فنسبه التكرار في بعض الشركات وصلت لحوالي 60 او 70% من حجوزاتهم. في المستوى الخمس نجوم مثلا اللي انا شغال فيه، مستوى الخمس نجوم اكتر من 95% او 90%، هم نفس الناس اللي بيطلعوا كل سنه. في فئه اصل الناس بس